هروح بيكم محافظة أسيوط، هنتعرف الحقيقة على بنتين رفايدة ودينا، كسروا العادات والتقاليد. انتوا عارفين في الصعيد العادات والتقاليد صعبة جدا. البنتين دول فتحوا أول مدرسة باليه للبنات في قلب الصعيد. تعالوا نتابع مع بعض عملوا كده ازاي في تقرير عبد الرحمن ياسين. فكرنا في رياضة مش موجودة ونوع مش متعرف عليه في الصعيد اللي هو رقص الباليه. فطبعا كان في ريسك، مش عارفين الناس هتتقبل الفكرة او مش هتتقبلها، لان احنا برضو مجتمع صعيدي شوية. بس بدأنا بكلاس فيه 10 بس، كانوا عبارة عن بنات اصحابنا، يعني احنا بس اللي بنيجي في الكلاس، مفيش لسه الموضوع ما انتشرش على مجال واسع يعني. اصحابنا يجيبوا ناس تاني، فالموضوع حسنا لا يعني انتشر جدا والناس حباه، يعني ما عكس ما كنا متوقعين. بقى في اقبال كويس الحمد لله من كلاس ل10. احنا وصلنا بنوصل نصيف ل100 بنت بتيجي تلعب باليه هنا عندنا. بدانا ندور على المدربات، لان حاجه زي دي مش موجوده اصلا، يعني كان بصعوبه ان احنا نلاقي مدربه تدرب البنات. فدورنا وعرفنا ان في تربيه رياضيه بيدرسوا ماده اسمها اداء حركي غربي، فدي بيدرسوا فيها فن الباليه. فبدانا نجيب واحده من تربيه رياضيه. حتى اليونيفورم ما كانش موجود، كان بصعوبه ان احنا نلاقيه، طبعا مش موجود في اسيوط، فوفرناه من القاهره عشان ناخد الخطوه بجديه يعني. قررنا ان احنا نعمل العرض في قصر الثقافه، لقينا اقبال مش طبيعي، يعني احنا ما كناش متخيلين يعني 100% ان هيبقى بالطريقه دي. لقينا يعني القصر الثقافه كان شكله كان حاجه مفرحه حقيقي يعني. كنت قلقانه من الفكره، يعني ان هي تستجيب ما تستجيبش. وبعدين بطلنا تقريبا شهر او شهرين، فلقيتها هي حابه الموضوع جدا. ابتديت الاحظ ان هي ميولها بدات تختلف، بدات شويه سلوكها في البيت يهدى، وبدا يختلف من ميولها في الحاجات اللي هي بتتفرج عليها وتهتم بيها، حتى مع اصحابها يعني، حتى طريقه كلامها مع اصحابها. يعني بحس ان الباليه بيدي رقي كده شويه. بحب الباليه عشان خاطر كان في المدرسه بيعملوا حفلات، فانا كنت كل سنه بشترك، فعجبتني فكره الباليه فجيت العب باليه. قالت لو انت كملتي فيها ومشيتي كويس مع الدراسه هتكملي لغايه الاخر. الواحد الحقيقة يعني مش عارف يقول ايه، الدنيا اتغيرت بجد. يعني باليه ومدرسة الباليه للفتيات الصغيرين وفي الصعيد. زمان كان الست اللي في الصعيد ما تنفعش تخرج من باب بيتها، يعني دلوقتي بيعملوا الفنون الراقية والثقافة. وخلي بالك ده موضوع يعني مفرح، لانه لما تنتشر الفنون والثقافة في ربوع مصر كلها، في المحافظات المصرية كلها، العقل يتنور وشيء نفخر بيه جميعا. ومين عارف يجوز نشوف البنات دول على مسرح البولشوي في موسكو ويبهروا العالم في يوم من الأيام، ليه لا؟ ما هو احنا روحنا إن شاء الله الكورة بتاعت الفريق المصري لروسيا إن شاء الله في الصيف الجاي، وربنا ياخد بإيدنا كده بإذن الله في كأس العالم. طيب حاجة إيجابية الحمد لله. النهاردة برنامج آخر النهار بيطرح سؤال مثير جدا، طالما بنتكلم عن المجتمع المصري، وهو هل ممكن يعني تسيب طفلك أو طفلتك لأسرة بديلة، يعني ما بين قوسين كده أسرة بديلة تانية تربيهم؟ طبعا بنناقش الموضوع ده النهاردة، لأن ده مقترح الحقيقة خاص بالأطفال اللي حصل انفصال ما بينهم، ما بين الأب والأم، أو حصل ما بينهم طلاق، بيسموهم يعني كده أطفال الطلاق. هل مجتمعنا الشرقي يقبل حاجة زي كده بمبدأ حماية أطفال الطلاق؟ النهاردة الحقيقة بفتح هذا الملف، وهيبقى معايا مجموعة من الضيوف من أصحاب وجهات النظر المختلفة، وهنتظر أيضا مشاركتكم سواء عبر الاتصالات التليفونية أو على مواقع التواصل الاجتماعي.